بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد الذي سوف أشرح فيه طريقة طلب أو إرسال طلب الحصول على حساب جوجل أدسنس على أساس وضع إعلانات والربح من ورائها على مدونتك وعلى قناتك على اليوتيوب إلى غير ذلك. تلبية دائما لأسئلتكم الكريمة التي جاءتني بهذا الخصوص، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى محرك البحث جوجل. تكون أولا قد قمت بفتح حسابك على الجيميل، لأنه عبر هذا الحساب سوف تستطيع ربط حساب جوجل أدسنس عند الموافقة. بالتالي تفتح حسابك على الجيميل وتروح على جوجل وتكتب جوجل أدسنس بهذا الشكل، جوجل أدسنس، تضغط على بوشكار أول بحث، وأول اختيار تضغط عليه وين بيقول أدسنس دي جوجل، تضغط عليه بهذا الشكل. راح يدخل لك على صفحة بهذا الشكل، تضغط على ريجسترارسي أورا أو التسجيل الآن بهذا الشكل. لاحظ معي سوف يدخل لك على صفحة بهذا الشكل. كل ما عليك فعله هو اختيار من الأحسن اللغة العربية على أساس تفهم هذه الأشياء، وتضغط على نعم استخدم هذا الحساب، أي بمعنى آخر أنك توافق على ربط حسابك على جوجل أدسنس في حالة الموافقة مع هذا الحساب على الجيميل الذي قمت بالدخول إليه مسبقا بطبيعة الحال. إذا لم تدخل على حسابك على الجيميل فسوف تجد مشكل، سوف تضغط هنا ويرجع لك للوراء على أساس الدخول إلى حسابك على الجيميل. لهذا قم أولا بالدخول إلى حسابك على الجيميل، ومن بعد ذلك تبع الخطوات التي شرحناها، وبعد ذلك اضغط هنا بهذا الشكل وسوف يدخل لك على صفحة بهذا الشكل. هنا يقول لك سوف أعرض الإعلانات على، تختار عنوان مدونتك الخاصة. في حالتي أنا مثلا www.eagle5.com، أنت ما عليك إلا بإدخال عنوان مدونتك الخاصة هنا، وتقوم بتحديد لغة محتوى المدونة. في حالتي أنا مدونتي باللغة العربية، أضغط على العربية، وتقوم بوضع العلامة هنا على لقد قرأت سياسات البرامج ووافق على التقيد بها. بطبيعة الحال هنا نقطة مهمة، عليك القراءة هذه المسائل التي تعطيك مجموعة من المعلومات حتى تتجنب إغلاق حسابك من بعد ما سوف يقوم بالموافقة عليه. ما ففي سبيل المثال مثلا لو وضعت إعلاناتك على مثلا مدونتك وكنت تضغط عليها وتدعو الأشخاص على أساس الضغط عليها، فهذا يتنافى مع سياسة جوجل أدسنس، بالتالي سوف تؤدي إلى إغلاق حسابك نهائيا، ولن تستطيع بعد ذلك الحصول على حساب آخر. بالتالي فالأمر مهم جدا أن تقرأ سياسة جوجل أدسنس وتتقيد بها، من هناك مجموعة من الأشياء. بالتالي بعد ذلك تضغط على متابعة وسوف يدخل لك على صفحة بهذا الشكل. عليين سوف تختار هنا البلد الذي تقطن فيه. بطبيعة الحال تختار البلد الحقيقي الذي تقطن فيه. في هذه الصفحة يجب ملء بياناتك الخاصة الصحيحة، لأن الأمر حساس جدا. بالتالي سوف تختار البلد الذي تقطن فيه، تختار فردي بطبيعة الحال واسم المدفوع لأمره، تقوم بوضع اسمك الشخصي الحقيقي، وهنا في عنوان الشارع تقوم بطبيعة الحال بوضع عنوانك الحقيقي الذي تقطن فيه، لأنه عبره سوف ترسل إليك الشيكات، وأيضا سوف يرسل إليك كود التفعيل، تفعيل حساب جوجل أدسنس بعد الموافقة عليه بطبيعة الحال. أيضا هنا عنوان إذا كان كبير تقوم بوضعه هنا. وهنا في المدينة بطبيعة الحال تضع مدينتك التي تقطن فيها والهاتف الحقيقي أيضا تقوم بوضعه هنا. وهنا يطرحون عليك بعض الأسئلة، كيف تعرفت على برنامج أدسنس؟ تختار هنا مثلا إذا كان عبر مدونة معينة ومنتدى رابط إعلانات إلى غير ذلك. وبعد ذلك تقوم بوضع العلامة هنا وتضغط على إرسال. بطبيعة الحال تضع علامة هنا إذا أحببت أنهم يرسلون لك رسائل دورية
على البريد الإلكتروني لأهم الأخبار إلى غير ذلك، وبعض العروض الخاصة إلى غير ذلك. في حالتي مثلا سوف أختار هنا وأضغط على يعني إرسال طلب الاشتراك. بعد أن تقوم بملء بياناتك الصحيحة وتضغط على طلب أو إرسال طلب الاشتراك، سوف يعني يقومون بالإجابة عليك في مدة أكثر من 48 ساعة على حسب يعني الضغط الموجود عليهم، وأيضا على حسب يعني نوعية موقعك. فإذا كان فيه محتوى كبير جدا فهذا يلزم وقت للمراجعة. لهذا كل ما عليك فعله هو العمل أكثر يعني على تطوير الموقع وإضافة مواضيع جميلة وغير متنافية مع سياسة جوجل أدسنس بطبيعة الحال. بعد ذلك سوف تأتيك رسالة من جوجل سواء كانت بالرفض أو القبول. في حالة إذا كانت القبول سوف تكون الرسالة بهذا الشكل. فأنا شخصيا يعني رسلت باللغة الإسبانية، لهذا جاتني رسالة باللغة الإسبانية. أنتم سوف تأتيكم على حسب اللغة التي قمتم باختيارها بطبيعة الحال. ليست هناك يعني رسالة بالعربية، هناك بالإنجليزية على غير ذلك. فكل ما عليكم فعله سوف الضغط مباشرة. هنا يشرحون لك الخطوات التي سوف تقوم بها على أساس تركيب الإعلانات. بالتالي كل ما عليك فعله على أساس الدخول إلى حسابك، تضغط مباشرة على هذا الرابط، نضغط عليه، وعلى أساس الدخول على حسابي على جوجل أدسنس الذي لم يتم الموافقة عليه نهائيا. فهناك مجموعة من المراحل. بطبيعة الحال عند الدخول إلى حسابك سوف تظهر لك رسالتين باللغة الحمراء هنا. الرسالة الأولى هي عبارة عن أن حسابك لم يتم الموافقة عليه يعني بالشكل الكامل، بالتالي هم يقومون بمراجعته بالتأكيد، يعني يزورون موقعك على أساس الملاحظات إلى غير ذلك. فبعد يعني أن يوافقون يعني بالقبول النهائي سوف تمسح الرسالة هنا، وقد تصلك رسالة القبول النهائية إلى بريدك الإلكتروني. في حالتي أنا لم تصلني أي رسالة، قبلوا يعني بشكل نهائي حسابي أو طلبي، وتمت إزالة الرسالة الأولى. وسوف تبقى رسالة أخرى حمراء يعني مفادها أنهم سوف يقومون بإرسال يعني كود التفعيل إلى عنوانك. لهذا قلت في مسبقا أن تضعون عنوانكم الصحيح، لأنه عبرها سوف يرسل كود التفعيل. بالتالي عندما سوف يصلكم هذا الكود تقوم بإدخاله، سوف تصلكم يعني كارت أو يعني رسالة يشرحون لك كيفية الدخول إلى بطبيعة الحال يوجد في إعدادات الحساب هناك، سوف تقوم بوضع هذا الكود التفعيل. بعد ذلك بطبيعة الحال على أساس تركيب الإعلانات تضغط على إعلانات هنا. بطبيعة الحال عندما سوف يوافقون في المرة الأولى فإعلاناتك لن يعني تظهر، سوف تقوم بوضعه، وسوف يكون مكان هذه الإعلانات باللون الأبيض لحين ما يقومون بالموافقة النهائية كما شرحت. هناك سوف تظهر هذه الإعلانات على أساس إنشاء وحدة إعلانية جديدة. بطبيعة الحال أنا عندي بعض الوحدات الإعلانية قمت بإنشائها، بالتالي عندكم أنتم أيضا يعني شخصيا فلن تجدون هذا الإطار. كل ما عليكم فعله هو الضغط على وحدة إعلانية جديدة بهذا الشكل. تقومون بتسمية هذه الوحدة الإعلانية بأي اسم تريدونها، مثلا أولا بهذا الشكل، وتختارون حجم الإعلان الذي تريدونه. بطبيعة الحال هناك أحجام مختلفة. إذا حببتم عفوا مشاهدة هذه الأحجام، تضغطون على عرض أمثلة لأنواع الإعلانات وأحجامها بهذا الشكل، سوف يأخذكم إلى صفحة بها مجموعة من الإعلانات. لاحظوا معي، تختارون الإعلان المناسب. مثلا إذا كان الإعلان المناسب 300 في 250، ترجعون هنا وتختارون 300 و300 في 250 بهذا الشكل، وتختارون هنا نوع الإعلانات إذا كانت نصية فقط أو نصية ومصورة أو إعلانات مصورة بهذا الشكل فقط يعني. وهنا لا تغيرون أي شيء، تنزلون أسفل هنا أحبابي في الله، هنا تختارون اللون الذي تريدون بما يلائم مدونتكم. هذا شكل شيء بسيط، وتضغطون على الحفظ والحصول على الشفرة. بالضغط على حفظ والحصول على الشفرة حاليا سوف أضغط عليها بهذا الشكل.
سوف، لاحظوا معي، سوف أضغط عليه، ألين هناك خطأ، يعني الاسم الوحدة مكرر، أي بمعنى قمت بوضعه من قبل، بالتالي سوف أغير اسم، مثلا أول أميغوس، هذه الوحدة الإعلانية، فأنا كتبت يعني حو وهو موجود أصلا، بالتالي تقوم بتغيير يعني اسم الوحدة الإعلانية إذا وجدتم نفس المشكل، وتضغطون في الأسفل هنا الحفظ والحصول على الشفرة، وسوف تظهر لكم يعني كود ال HTML الخاص بالإعلان، تقومون بنسخه كوبي وتروحون مثلا إلى مدونتكم، إلى لوحة التحكم، تضغطون على التخطيط هنا وتنزلون أسفل، وتقومون بوضع بطبيعة الحال يعني المكان الذي تريدون وضع فيه يعني هذا الإعلان، مثلا في العمود يعني اليسار، أقوم بالضغط على إضافة أداة بهذا الشكل، وتختارون HTML JavaScript، وتضعون يعني الإعلان هنا وتضغطون على حفظ، وسوف يظهر الإعلان على مدونتكم الخاصة. ألاين، هذا بالنسبة للإعلانات أحبابي في الله. بالنسبة لأمر آخر، إذا أحببتم مثلا يعني بطبيعة الحال تروحون إلى الرئيسية دائما، إذا أحببتم يعني إعداد يعني طرق الدفع التي سوف يعني تختارونها أنتم شخصيا، تروحون إلى إعدادات الحساب هنا، وتنزلون أسفل إلى وين بيقول إعدادات الحساب وهي المهمة، وتضغطون على تعديل أو يعني تعديل طريقة الدفع، فأنا اخترت الدفع بطريقة تحويل الأموال الإلكتروني. هنا سوف تجدون كما تشاهدون خيارات يعني الدفع، هناك تحويل الأموال إلكترونيا، هذه الخاصية متاحة فقط لبعض الدول، ليس هناك دول عربية صراحة، أنا قمت بإنشائها لأنه يعني حسابي أنا الشخصي، أو يعني أن مقيم شخصيا في إسبانيا، وهذه الخاصية متاحة، أي التحويل البنكي مباشرة إلى حسابك البنكي، وأيضا هناك تحويل بالويسترن يونيون سوف تجدونه هنا، والتحويل بالشيك تقوم بالضغط هنا ومتابعة والموافقة وخلاص، بذلك تختارون إعدادات الدفع التي عبرها سوف تسهل يعني دفعاتكم، عندما في طبيعة الحال يعني تتجاوزون $100 فسوف ترسل لكم هذه الأموال إلى عبر الطريقة التي قمتم باختيارها. أتمنى أني شرحت هذه المسألة بشكل سليم للإخوة الذين ألحوا وطلبوا مني أن أشرح هذه المسائل، إذا كان في تساؤلات بطبيعة الحال أخرى سوف يعني أضع يعني شرح آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لكن قبل ذلك لا تنسون زيارتنا على موقعنا www.igli5.com، وزيارتنا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/حوحة1981 فول. عيدكم مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.